لكم حاجة يعني انتم ملاش علاقة بال. انا كنت في لسه راجع من امريكا ولاحظت حاجة انه سفراء الدول الكبرى دلوقتي بيشتغلوا على السينما. يعني في ما يسمى بالسفراء الثقافة الجدد، يعني الدول الكبرى بقت مهتمة ان يكون ليها سفراء سينمائيين في العالم ومشاهير ومثقفين عشان دول اللي هيروجوا للفترة الجاية. يعني الناس بدأت تفهم ان تفسير القوة الناعمة ان انا بعتبر لها يعني مش قوة ناعمة، لا قوة خشنة. اكمل على كلام عمرو وعمر، دي تجربة لينا تانية مع بعض ان شاء الله الاخيرة قدامنا. لان في ناس بتحب تشتغل معاهم، استاذ مساء الخير، في ناس بتحب تشتغل معاهم، ناس مهما حصل من عدم توافق في اي جانب من الجوانب بتلاقوا في الاخر العيل اللي مش هتموتوا على عشانه، زي جدع عبد الرازق، زي عمرو سعد، زي مجدي طبعا. في ناس فعلا اشتغل معانا حتى لو اختلفتوا وصلتوا لخلافات فظيعه، لكن عند حته الفن عند حته الشغل هتعرف ايه. هو يقول لك لا مش يعني مش هنضحي ابدا بالام. عايز اكمل على كلام عمرو انه سينمات قليله في العالم، اربع في كده بس عامل مجمع افكار، سينمات قليله دول قليله جدا في العالم اللي السينما بتاعتها تشاهد بره حدودها المحليه. انا مش عارف اقول كل الكلام اللي قاله عمرو وخالد. طبعا انا كل اللي هقوله ان انا سعيده جدا ان استاذ خالد رجع بعد 7 سنين نرجع نستمر معاه تاني بالشغل نعمل افلام جديده. انا اتكلمت في الدور الجديد، سعيده جدا ان انا مع ممثلين يعني العظمه اللي هو واحد وخصوصا العظيم يا رب، بس هم بجد موهوبين. في ناس جديده اول مره اشتغل معاها سهر، اول مره اشتغل مع خالد سينما، مع مريم، مع دلال، مع وفاء، مع كل الموجودين. اتمنى يا رب ان احنا نكون قد المسؤوليه ونقدم فيلم كويس للسينما. انا وقعت لاني اول مره اشتغل مع الاستاذ الجميل العظيم الاستاذ خالد زيزي، فده شرف كبير ليا قوي واضافه كبيره. واول مره مع عمرو سعد، واول مره مع كل الناس اللي موجودين، الاغلب يعني اول مره. وانا اكيد فخوره سعيده جدا وكل فخر اني اول انطلاقه ليا في الدول العربيه تكون مع مخرج عبقري زي الاستاذ خالد موسى ومع مجموعه من النجوم اللي انا هتعلم منهم كتير قوي. شكرا بجد على الفرصه دي وعلى الانطلاقه الجميله دي. انا بقى فرحانه انه رجع. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لكم بقى كده هو ليه؟ لان الاستاذ خالد كان مشغول بالسياسه. السينما بالنسبه لي اهم من 100 سياسه. لانها توفيق. احنا كنا على افتقد مخرج كبير راح تحت فقره البرلمان ولا زال يعني اعتقد، لكن هنا اهم. احنا مهمين، احنا مهمين للعالم كله، السينمائيين والمسرحيين والفن بصفه عامه اهم وسيله لتوصيل الفكر وكل حاجه. عاده الممثل دايما بيبحث عن دوره، مساحته، هيعمل ايه؟ كلنا اعتقد بدون استثناء لما علمنا او تم ترشيحنا ان هناك الاستاذ خالد يوسف رجع للسينما المصريه ورجع بفيلم كارما بلا تفكير، يعني اعتقد كل زملائي امنوا عليا، كلنا قلنا الله موافقين من غير ما نقرا من غير ما نعمل اي حاجه ان ده الاستاذ خالد يوسف. فقدنا يوسف شاهين كجسد، بس سابنا سينما خالد يوسف. بعودة خالد يوسف ده معادل موضوعي للسينما اللي موجودة في مصر دلوقتي. شكرا، وبتمنى للفيلم النجاح الكبير. وانا في الفيلم ده بقول جملتين، ولو ما قلتش ولا جملة انا مع المجموعة دي بطل.